كل عزيزات كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير فرحانين في الحياه ديالكم. سمحوا لي على التعطيله ولكن والله ماشي لخاطري، كانوا شي ظروف كما كتعرفوا، كنا يعني بشر كنمروا شي مرات ماشي ظروف ولا ما كتكونش كانه مهم، لهذا ما كنبانش ما كنديرش لكم فيديوهات ولو كتر يعني هادشي كيعجبني بزاف 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 يعني فيديوهات وتصاور، ولكن ما كتكونش كانه ما كتكونش اي حاجه يعني ولو اكثر حاجه كانت تعجبنا في هاد الدنيا. مهم اليوم غنشارك معكم مشترياتي ولا اخر ما توصلت به من عندي، يعني اكثر حاجه كتعجبكم في هذه القناه هي مشترياتي. غنحاول ندير لكم فيهم تنسيقات ولا ندير لكم تصاور، المهم نتوما غتشوفوا الفيديو يا اما نخليكم ميني فيديو كيفاش نسقتهم يا اما نوريهم لكم كيفاش كيجيو ملبوسين وصافي. وبغيت نقول لكم عاوتاني، هو البارح قلت لكم غنحط لكم فيديو، سمحوا لي بزاف يعني نتوما غتكونوا كتشوفوا هذا الفيديو يعني البارح بالنسبه لكم ولكن البارح بالنسبه لي انا. لحقاش هذا الفيديو غنحط لكم ان شاء الله غدا. قلت لكم واش نحط لكم فيديو وقلتوا لي اه، ولكن ما قلتوش حتى يعني اللي العدد الفيديو كتعلقوا عواطف اه حتى لنا فيديو، ولكن ديك الساعه صافي ما كنتش وجدت والو، قلتي لا حمسوني البنات ما ندير لهم فيديو بالحق الا ما بغاو صافي، انا ما عنديش نيت لقاله بالحق، ما حمستوني حتى اللي قلتي واش تي خساره ماشي مشكل، لهذا اليوم تنصور لكم دابا في الفيديو باش تشوفوا شنو توصلت به. المهم نبدا باول حاجه ما نصدع لكم راسكم، كما قلت لكم من عندشين وكل شيء كيف العاده نخليهم لكم في لاباد انفو ولا في خانه الوصف. اول حاجه هي هاد القميجه ولا هاد الكسوه كتجي طويله يعني كتجي تقريبا طويله حتى لعند الرجلين، دابا تشوفوني كيفاش لبستها كيجي فيها الكمام بحال هكا، فيها هاد الحجرات من هنايا بلاد شفتوني كنرمش عيني ولا عيني بحال مدمعين شويه، راني دايره عدسه ديال شوف، لهذا عذروني نظاظر كتقولوا لي بانهم كيزعجوكم، لهذا كنجرب دابا مع العدسه ديال شوف، وحتى انا اصلا مع الضو ما كنحس ما مرتاحش بهم، لهذا عذروني الا كنرمش عيني ولا شي حاجه بزاف ولا كيبان لكم مدمعين حتى نولفهم يعني ونولف هادشي حتى عيني تولف هاد الوضع. المهم كيجي الكود ديالهم بحال هكا كما كتشوف مفتوح شويه ماشي بزاف صراحه، وكيجيو طوالين حتى كتجي طويله حتى لتحت وفيها هاد سميتو. انا شنو قلت البنات غادي ندير هاد الكسوه ولا هاد القميجه الطويله غادي نقطعها واحد شويه من حتى لهنا لانها مع جات شويه ما جاتش عريضه من التحت بقات غاديه مقاده، لهذا بحال كتعكني شويه في المشي خصوصا انا الخطوه ديالي طوالين كنبغي نمشي في الزربه كتعكني، لهذا غندي عندي شي خياطه صوبها ليا غادي تجيني حسن. المهم انتما غتشوفوا كيفاش كتلبس، وصراحه الثمن ديالها كنجد مناسب، التوب ديالها واحد التوب يعني ما عرفش نوصفه لكم رطب، هو ماشي داك ماشي الحريري ماشي الحريري ماشي الحرير وماشي رطب وماشي حرش، سمحوا لي البنات ناري ملي كنغبر عليكم في الفيديوهات ما كنعرفش كيفاش نسجل لكم فيديو مقاد، يعني التوب ديالها ماشي توب زعما ماشي حرش ولكن ماشي حريري، ولكن واحد التوب اللي هو رطيب رطيب زوينه صراحه انا عجبتني. هانتوما تشوفوها ملبوسه وحكموا نتوما نتوما وذوقكم، وكان عندهم الكحل والقرونه انا اختاريت القرونه. ندوز للحاجه الاخرى البنات هي هاد الكسوه هادي، المهم البنات كلشي كيجي مغلف كيف العاده، كلشي مطوي ومخدم مصاوب، يعني صراحه ما عندي ما نقول على زعما الحوايج ديال الشين زعما داكشي كلشي مستوى، غير انا جبتهم وشفتهم وخليتهم مرميين تماك حتى دابا بغيت ندير لكم الفيديو. المهم خديت هاد الكسوه هادي كما كتشوفوا ديالها كيجي مقبوطين شويه بحال هكا، كتجي راه كبيره، هادي خديتها على حساب ماما ما عرفتش واش غتجي قدام، المهم انا غنديها لها دابا نيت ملي غنخرج غنديها لها جات قدا غنسجل لكم ولا نصورها شي تصويره الا خلاتني باش تشوفوها، الا ما جاتش قدا صافي ما غنكتبها لكم هنا نقول لكم ما جاتش قدا. خديت 3 اكس ال وصراحه كما قلت لكم ما عرفتش، المهم التوب ديالها راه بارد بارد بارد، انا كنظن هادي غادي تكون غير دوبل اكس ال ماشي 3 اكس ال، يعني بالنسبه للبنات اللي كتلبسوا دوبل اكس ال هي مبرده كتجي طويله وفيها خيوطه من هنا، غنحط لكم واحد الصوره نيت من عند شين كيف ما قلت لكم اللي حاطين في ملبسه حتى لهنا، واخا هي ما كتبينش بزاف صراحه ماشي داك التوب الشفاف شفاف ولكن زوينه، وفيها هاد الوريدات هادو مخيطين يعني مطروزين زوينه صراحه، كنتمنى غير تجي قد ماما لحقاش بغات شي كسوه بحال هاد الشكل ولكن كنتمنى تجي قدها وصافي. الحاجه الاخرى البنات اللي شفتها في زارا وكنت باغا نشريها شحال هذا ولكن كنت باغا نشريها بالحمر لحقاش جابوها باللون، هي هاد الفيستة هادي اللي كتجي بحال هكا، نتوما غتشوفوها من البوسان نخليكم شي فيديو ولا شي صيوره، كتجي بحال هكا ولحد الان باقا كاينه في زارا، كيجيو الكمام ديالها مطويين من هنايا شويه كتجي طرواكار، المهم نتوما تشوفوا كيفاش كتجي ملبوسه، وكانت زارا بحالها هي البنات قصتها بيدي وكلشي بحالها بحالها بحالها، كاين شي حاجات البنات كيكونوا في المحلات بحال زارا سراديفاريوس وداكشي كيكونوا بحالهم فشين، بحال ديك المره شفت واحد التيشيرت بحالو كان خديتو من سراديفاريوس بحالو كاين فشين، ولهذا البنات بقاو تردوا البال في هاد المحلات بحال شين وهادشي كيكونوا صراحه عندهم داكشي غزال والثمن جد جد مناسب يعني بلا لي سولد.
وكما كتشوفوا هذه كتجي غزاله وهذا الشيء اللي دار جاب على الموضه فيها بزاف ديال اللوينات. يعني بالنسبه لنا حنا محجبات ولا غير محجبات نقدروا نسقوها مع العديد من الالوان ان شاء الله. غنخليكم كاين شي تنسيق من التنسيقات اللي نقدر نسقها وفين ما نسقتها مع شي حاجه مختلفه نخليها لكم في الانستغرام اللي هو هذا. ما تنساوش تبعوني فيه الا بغيتوا تشوفوا التنسيقات اللي كنحط لكم دائما تماك. هو هاد التيشيرت هذا اللي كتشوفوا كيجيو فيه هاد الحجرات كيحمقوا من هنايا جاو بحال بليغات ولا ما نعرف وجاو فيه هاد الخيوطه من هنايا كما كتعرفوا هاد ستيل دار على الموضه بزاف هادشي ديال الحجيرات وهادشي وهاد هاد اللعيبات هادو ما عرفتش شنو سميتهم. هو راه نسكم لهذا ما نقدرش نوري لكم ملبوس نسكم صافي هو قصر غير حد هنا. انا هاد التيشيرتات كنشريهم على حسب ملي كنبغي نلبس سراويل مفضفاضه كما كتعرفوا وكنلبسهم يعني كنديرهم الداخل كيجيني يعني ما كيبان والو ما كتبانش يعني لا فورمال حتى شي حاجه وفي نفس الوقت كتجي واحد اللبسه شيك وزوينه. ما عرفتش نتوما كيعجبكم هاد ستيل ولا لا قولوا لي في التعليق. المهم التيشيرت هو كان الثمن ديالو جد مناسب لانه اكثريه ديال التيشيرتات اللي كيكون فيهم هذا الحجر دائما كيكونوا غاليين. كنمشي لمانغو هذا نشريهم زعما بلا لي سولد ولا حتى بلي سولد كيبقاو غاليين ما كنقصوش ليهم بزاف. لهذا الا بغيتهم راه كاينمشي عندهم بزاف ديال التيشيرتات كيحمقوا غزالين بزاف. وكلشي كما قلت لكم راه خليكم في لا باردان فولا بغيتو تشوفوا. وكما قلت لكم راه كلشي كيوصل مقاد وهاد المره ما تعطلوا لي البنات حتى ما تعطلوا حتى والو كنقول لكم. بالنسبه للقميجه الاخرى كتجي معها هذه ديالها البنات شوفوا الخيوطه الخيط ما ديالهاش المهم تنقطع. قلت لكم كتجي مع هذه اللي غادي تشوفون تكونوا شفتوها في الفيديو كيفاش ملبوسه. كما قلت لكم شي هاد المره البنات ما تعطلوا ليا والو تقريبا يمكن واش 5 ايام ولا ما عرفتش 6 ايام يعني انا كنتصور غيوصلوني هادشي السيمانه الجايه. وصلني هاد السيمانه منين وصلتني الورقه زعما الصفراء مع جا ما لقانيش الكوريو ما لقانيش وشفت الورقه الصفراء ما فهمتش قلت شنو هادشي انا ما كنتسنى حتى شي حاجه توصلني زعما هاد السيمانه. من بعد ملي عاود جاتني المره الثانيه لحقاش كيجيبوا جوج مرات لانه شين كيصيفطوا بعد الانفيو سيرتيفيكاد وشي اللي كيعجبني يعني كيديروا الكوريو جوج محاولات باش يلقاك في الدار. ولهذا ملي شديتو لقيتو شين تفاجات الصراحه وصل دغيا. بزاف الناس كتسولوني هنا بعدا في اسبانيا كيوصلوا دغيا راه يعني مينيمو كانت سيمانه ما دابا كما قلت لكم واش 5 ايام ولا ما نعرف 6 ايام يعني وصلني صراحه في واحد الوقت اللي كنت ما منتظراش وكيجيبوا لك حتى للدار. بعدا انا هنا البلاصه اللي ساكنه فيها كوريو كان اسبانيا كامله كيديروا جوج محاولات باش يجيبوا لك ديك الساعه ما لقاوش كيخليو لك واحد الورقه صفراء وكتمشي تاخذيه من البوسطه يعني صراحه شي حاجه مزيانه. المهم كما قلت لكم كلشي جا في البلاستيكات مطوي مقاد. هذا الساك باقي ما لبستوش ولكن انتم تشوفوا كيجي في الفوندا ديالو كيجي بحال هكا كيحمق البنات. شتي السيكان هذه ثاني مره كناخذ يمكن من عندهم ما عندش الكاليتي ديالهم عرفتي واعره الكاليداد البنات ما عندي ما نقول عليها صراحه. كتحسيش هذا الساك يعني كاليداد ماشي شي حاجه يعني قاسح بين فيه غير صبر. واللي حمقني فيه هو انه الساك اللي خارجين دابا لا مود كيجيو بحال الرينيونيرا يعني كيجيو بحال ماش كيجيو علاش كالصمطه كديريها انا في الوسط. دابا نوريكم كيفاش درت ليه كيجي غزال كما كتشوفوا معمرين وهذا باش ما يجيش يعني مطبش. وجايه معاه السنته ديالو اللي تقدروا تركبوها ليه وكما قلت لكم كديروا بحال صمطه انا غنوريكم كيفاش كيجي ملبوس. المهم البنات كيحمق كيحمق وجات هنايا فيه بحال واحد صدفه ها هي هنايا الا بغيتي ديروا شي ورقه ولا شي حاجه كتسد هنا. واللي كيحمق فيه هو هاد الديطاي البنات كيحمق كيحمق كما كتشوفوا ومن هنايا تقدروا تدوزوا الصمطه كيف ما كتشوفوا. صراحه شي حاجه غزاله قولوا لي واش عجبكم. انا بعدا حمقني صراحه كنت منتظر يكون صغير بالحق منين جا كبير عجبني كثر لاني نقدر ندير فيه بزاف الحاجات بالحق في الصوره كيبان صغير. شي مرات كنشوف الحاجات كبار كيوصلوني صغار والعكس صحيح. المهم كيحمق والثمن ديالو حتى هو كان جد جد مناسب والكاليتي كما قلت لكم كثاني صافي خديت من عندهم الكاليتي ديالهم واعره 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 نقدر نقول بحال مانجو ولا زارا ولا انا بعدا هذا شخصيا جاني بحال زارا. هذوك اللي كيكونوا دايرين ليهم كيكونوا زعما غاليين ما كاين الباسيك ديال زارا كيكونوا 20 30 وكاين اللي كيكون 40 50 60 70 يعني بحال هاد الكاليتي اللي كتكون شويه غاليه في زارا هذا يعني صراحه واعر. هانتوما غادي تشوفوه كيفاش كيجي البنات اللي خديت وخديت فيها الطايه زعما ديالي خديت زعما ال وصراحه جاني واسع بزاف وكنت معوله تجي قدي لحقاش عجبتني بزاف كما كتشوفوا جاتني واسعه بزاف. الطيران ديال ماما نشوف واش تجي قده لاني محرشه تجي قدي انا نشوف الا تجي قده باش نوريها لكم كيفاش كتجي ملبوسه.
غسلتينو غنلصقي انا وتشوفوها وصافي. المهم كتجي بحال هكا كيجيو فيها هادو باش تزيريهم. انا غنخليكم الصوره ديال الموديل كيفاش لابساها. يعني صراحه جاتني كبيره ما فهمتش علاش انا ديما كنلبس الال وخديت الال ما فهمتش من عند شين. وهذه جاتني كبيره اول مره صراحه ناخذ ال وما تجيش قدي ديما كتجي قدي. المهم دايره بحال هكا صراحه انا ما لاحظتش البلاصه ديال المقاسات هذه المره. دائما نردوا لي البال ديما كنرد البال وكنلقى اني ال هي ديالي ديما في اي حاجه. وهذه المره في هذا ما رديتش البال قلت صافي غناخذ الال ولقيتو بانه جاني كبير. المهم انا غنشوف نخليكم شي صوره غنلبسو واخا ما غاديش نعطي حق ولا جاني كبير غيجي خايب. سينو غندير لماما الا جا قدا نصورها لكم كيفاش جاها ملبوس. غنوريكم اخر حاجه عندنا توصلت لها من عند شين. كما قلت لكم كلشي كوز هنا كلشي كوز مطرحات. هو هاد البلوزه هادي اللي كتحمق البنات كتحمق 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 غير هي راه كتبين كلشي. ضروري ما لبسوش بودي. جاو الكمام ديالها بحال هكا كما كتشوفو مشبكين. كتجي من هنايا فيها هاد الديتاي من هنايا وعاد فيها صدفه هنايا من اللور باش تجي مقبوطه. يعني بالنسبه للبنات اللي كديروا التربان وداكشي تقدروا كيجيب شويه طالعين الكول ديالها. انا غنشوف لها لبستها غتشوفوها كيفاش كتجي من البوسه ولا ندير لكم شي صوره. المهم على حسب كتجي بحال هكا. هذه الصراحه باقي ما قيستهاش ولكن خديت فيها ال كنظن سي غتجي قدي لاني كنعرف انا القياس ديالي غير من العين. يعني كنظن غتجي قدي. وانا خديت هذه البنات على حسب مع واحد الفضه كنت خديتها نيت منشين بالنقري بالفضي النقري ديما كنقول النقري باش نديرها الوسط وندير يعني وسط الصايه وبحال هكا تجي شي خريجه تجي زوينه. المهم انا نصطها مع ديك الصايه وداكشي ولا شي حاجه غنوريها لكم دابا في واحد الفيديو وتشوفوها كيفاش كتجي. كتجي غزاله. وحتى البنات اللي كيلبسوا مثلا السراول الواسعين بحال اللي كنلبس انا تقدر تخشيوها الوسط وتلبسوا الجيلي تجي واعره. يعني شي بودي من التحت يعني من شويه يبرد الحال ما دابا سخون الحال. المهم غزي ولا غزي ولا كتحمق. ولا البنات اللي ما كيديروش الحجاب يقدروا يلبسوها مع بودي من التحت وصافي كتحمق. وغنخليكم شي صوره ولا شي فيديو تشوفوها كيفاش كتجي من الوسط. وصافي صحباتي العزاز هادشي هو اللي توصلت به من عندين. كنتمنى يكون عجبكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه ولا كنتو كتقلبوا شي حاجه ولقيتوها هنايا في هذا الفيديو هذا. المهم ما تنساوش ديروا لايك باش تدعموني باش قناتنا تزيد تكبر باش تزيد تشجعوني. صراحه الدعم ديالكم الحب ديالكم اللايكات ديالكم هما اللي كيخليوني نوض نريح نسجل لكم شي فيديو. كما كنتوش نتوما اكيد غندير فيديو مره في الشهر ولا شوف وشوف. يعني نتوما هما اللي كتشجعوني وكنحس بكم نيت باغي نحط لكم فيديو من القلب. لهذا دائما كنجيب الزمني ومنين كنبدا الفيديو بحال دابا الصراحه فاش بغيت نبدا الفيديو ما كانش عندي القاله بزاف ولكن منين كنبدا الفيديو كنصيب مخا نهضر معاكم ما نساليش حتى غدا بحال هذا الوقت. يعني كنتحلاها. وصافي البنات كما قلت لكم هادشي هو اللي كاين. انا نخلي لكم في لاباغ دانفو ديما تقول تشوفوا لاباغ دانفو ولا في خانه الوصف انا نخلي لكم شي كود برومو ما تعرفي يعطوني شي حاجه ونسيت ما قلتهاش ولا شي انفورماسيون نسيت ما قلتهاش ولا شي حاجه نخليها لكم تماك. يلا بوسه كبيره وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله. موح عليكم. ما تنساوش انستغرام ديالي هو هذا باش تشوفوا التنسيقات اليوميه اللي كندير ولا اللي كندير في السيمانه ولا وقتاش ما درتش تنسيق راني كنصور ولا كنعجبني اكيد. صافي يلا باي باي عليكم ما نطولش عليكم بزاف. سلامه.